ولن نتوجه بأسماء الشكر والتقدير إلى مقام سيدي صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين، وإلى سمو ولي العهد الأمين، وإلى سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة صاحب هذه المكرمة المتميزة وصاحب هذه المبادرة والجائزة التي في تصوري لها دور كبير وتحمل معاني كثيرة من رسالة إلى شريحة كبيرة جدا من في المجتمع العربي، وما نحتاج إليه من حاجة ماسة إلى نشر هذه الثقافة، ثقافة التطوع، ثقافة العمل المشترك، ثقافة نقل الرسالة ونقل المعلومة الإيجابية التي تخدم الوطن العربي وتخدم شريحة كبيرة من المجتمع. بتصوري نجح سمو الشيخ عيسى حفظه الله ورعاه في تبني هذه الفكرة وفي دعم هذه المبادرة التي وصلت بعيدا أبعد من حدود البحرين ووصلت إلى الوطن العربي، وأتمنى لها أن تصل إلى المجتمع الدولي بصورة عامة، مع العلم بأن الجائزة والقائمين عليها وهذه المنظومة المتكاملة لها شراكات مع مؤسسات دولية ومن ضمنها مؤسسات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات العريقة على المستوى العالمي. هنيئا للبحرين وهنيئا للشعب البحرين على هذه القيادة المتميزة التي أرسى قواعدها سيدي جلالة الملك حمد حفظه الله ورعاه، والتي هيئ كل الظروف لأن تخدم كل الإمكانيات التي تتوفر في البحرين، أن تخدم المجتمع البحريني أولا والمجتمع العربي والمجتمع الإقليمي والدولي بصورة عامة. فمثل هذه المبادرات مبادرات حميدة جدا ومتميزة، وشكرا للبحرين وللشعب البحريني. أيضا أود أن أشكر سعادة الأخ والصديق العزيز حسن بوهزاع على إدارته المتميزة وفريق عمله الذي لا يألو جهدا في العمل والعطاء من الابتكار ومن مواصلة العمل ومن يعني إحداث الجديد والإيجابي، وهذا الشيء لا نجده في كثير من الناس، خصوصا من الطاقة المتميزة التي يعني لمسناها في فريق عمل الأخ حسن أبو هزاع. كذلك اليوم تشرفنا بأن نكون متواجدين في مقر الكلمة الطيبة، ويعني سعدنا بأن يعني نلمس الروح الإيجابية والطاقة المتجذرة في الشعب البحريني. لا أريد أن أقول في كبار السن أو الشباب، ولكن في الشعب البحريني في الدائرة الإيجابية. معروف الشعب البحريني بقلبه الكبير، نحن في دول الخليج عائلة كبيرة ولكن قلبنا في البحرين. مملكة البحرين أو الخليج العربي يحتضن هذه الجزيرة المتميزة، وهذا الخليج العربي هو بيتنا الكبير وقلبنا هي البحرين.